ابن الجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محمد، الإمام الحافظ المفسر، الفقيه الواعظ، الأديب المشهور. من مصنفاته: زاد المسير في علم التفسير، وصيد الخاطر، والتبصرة، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والموضوعات وغيرها من المصنفات. قال الذهبي: ما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين وخمسمائة من الهجرة